الفنانة رنا كرم، أهلا وسهلا فيك عبر موقع فوشيا، واشتقنا لك بعد هالغياب ومقلة باللقاءات الإعلامية. قبل ما نبلش أي شيء، شو السبب لحتى حضرتك ما عم تتواجدي لقاءات إعلامية كتير؟ الحقيقة يعني أنا حدا بحب أطلع أقول للناس شي جديد، عرفتي؟ فباللقاءات بالعموم عم بنسأل نفس الأسئلة المعتادة، فعم جاوب نفس الإجابات، وبالتالي عم حس انه يعني الناس ما انا بتكون مشتاقه، بحب الناس تشتاق. اي الفنانه رنا، ايمت بتحسي انه انت لازم تعملي جلسه فوتو سيشن؟ من فتره معنا ببعيده شفنا في صور انتشرت كثير لرنا كرم بجلسه فوتو سيشن، كانت كثير بسيطه، كثير دافيه وقريبه من قلوب الكل، وما كان فيها هذا اذا بدنا نقول المظاهر الكثير. شو هو السبب يا ترى اللي اخترتي ديا لهي الاطلاله تكون كثير لطيفه؟ هلا انا يعني مقله كثير كمان بالفوتو سيشنز وبظهوراتي حتى يعني على السوشيال ميديا، الانستغرام والفيس، كثير يعني انا مقله بهذا الموضوع والناس بتضل تعاتبني، فانا بوعدهم انه شوي شوي يعني راح اتحسن. بس الجلسه الاخيره انا حبيت انها تكون اكثر، هي هيك كاركتر، في كاركتر واضح، جانب جديد من رنا الناس ما بتعرفه يعني. فانا بحس انه هي بشكل من الاشكال بالنسبه للممثل هي نوع من انواع يعني دور مثل اي دور للتسويق، لنقول انه انا فيني اعمل هيك، فيني اعمل هيك، للناس لما تفتح صفحتك تقول انا والله فيني اذا مثلا بهيك دور ممكن تلعبوا رنا مثلا، او ممكن تلعبوا فلانه لما انا بشوفها باماكن مختلفه بطرق جديده. وانا عموما ما بحب الاستعراض، يعني ما بحب البس فساتين سهره وعرفتي واعمل هيك شعر فلاجي وميك اب فلاجي، انا مو عارضه ازياء، انا ممثله، فبحب كمان جلسات التصوير تكون ضمن هذا السياق. اليوم قديش برايك الجمال عم بيساعد او عم بيكون له حيز باي دور عم يتقدم لرنا؟ والله ما كثير بحس، يعني ما بعرف انا شو بيصنفوني حلوه ولا مو حلوه. انا شفت التعليقات كلها ما شاء الله كانت كثير حلوه وايجابيه. الحمد لله، هو اكيد الجمال او الشكل الخارجي اكيد هو كثير بياثر، يعني سواء على قبول الناس او على الادوار اللي بتنعطى لاي حدا يعني. بس انا كمان ما بحب ابدا اعول على هذا الموضوع، يعني لهيك مرات كثير بتقصد اني انا بشع بحالي، يعني انا في كثير ادوار انا اشتغلت على اني انا بشع بحالي لاقول انه ما تشوفوا هذا قشره، شوفوا اللي بعده، الطبقات اللي تحته يعني. ومو كل الناس حلوة، وأنا ممثلة بدي ألعب أدوار كل الناس، فبالتالي بدي ألعب كمان دور البنت المو حلوة والبنت اللي متوسطة الجمال والبنت الفقيرة والبنت اللي عرفتي إيه. فأنا ما بحب أعتمد على الجمال، وبصراحة ما بعرف أنا لما الناس بدها تعطيني أدوار في حال هي بتعطيني على أساس أنه أنا بنت حلوة أو لا، ما بعرف. رنا قديش انت اليوم متواضعة بعيدا عن الكاميرا، بعيدا عن التصوير، بعيدا عن كاميرات الإعلام كلها، هذا التواضع هو موجود عندك بالحقيقة؟ إنسانة صادقة كمان كتير مع حالك؟ هلا ليكي، التواضع ما بعرف، بجوز الناس هي اللي لازم تنسأل في حال أنا متواضعة أو لا، بس أنا إيه صادقة مع حالي، يعني هذا فيني هيك أجاوب عنه بقوة. وهذا اللي بشتغل عليه كل الوقت، انه انا اكون نفسي يعني مع اهلي، مع رفقاتي، قدام الكاميرا، باللقاءات، انا نفسي يعني، ما بحب البس اقنعه وما بحب اعمل حواجز، فما بعرف هذا اسمه تواضع؟ ما بعرف. شو اللي بيزعج رنا اليوم بالوسط الفني؟ صراحة النفاق، كثير في نفاق، كثير في كولكه وكذب طبعا انا ما عم عمم اكيد، بس قصدي هذا الصفه اللي بتزعجني، لانه انا بصير دائما بسال حالي انه يا ترى هي الجمله انقالت لي بصدق ولا لا، وهذا متعب يعني، سواء مديح او ذم او حتى علاقه، صداقه، اي شيء، بتصير كل الوقت انت عم تسالي قديش حقيقه هذا الشيء، هذا متعب يعني. في شيء هلا غير مسلسل على قيد الحب رح تتواجد فيه رنا خلال موسم رمضان؟ هلا بشكل اكيد لا، بس في اكثر من قصه يعني بالاجواء عم ينحكى فيها، بصراحه ما بعرف اذا رح تزبط او لا. عم حاول فعلا اكون دقيقه بخياراتي، يعني حتى لو كانت قليله هي الخيارات، حتى لو كانت المساحات بالنسبه للناس انه ما انا كثير كبيره، بس انا عم حاول ضلني مستمتعه بهي المهنه. هلا نحن عم نشوف انه بكثره صارت اعمال العشاريه والثمانيه، وخاصه انه عم تنتشر على المنصات اكثر ما هي على شاشه الدراما. اليوم انت مع او ضد؟ واذا انعرض عليكي هيك مسلسل بتوافقي؟
أنا معه وبشدة بصراحة، لأنه حتى أنا يعني أنا والجمهور ملينا من المسلسلات اللي هي 30 حلقة يلي هي بصير فيها شط ومط لتناسب ال 30 حلقة، أنه نحنا يلا شو فينا لسه نعمل أشياء يعني، خلص ليه ما منكثف منعمل شغلات بسيطة مركزة. هذا بيعطينا مساحات نحكي عن قصص أكتر، نروح لمحلات أعمق ويعني حتى أصعب، والعشاريات أو التمانيات أو أي شيء هو أقصر من الثلاثين حلقة أنا برأيي هو عم بيقدر يحقق هيك، وكونه للمنصات كمان سقف الجرأة اللي عم يتقدم سواء بالمواضيع بالطرح بالأداء بكتير تفاصيل، أنا برأيي هذا مغري وكويس، لأنه الثلاثين حلقة نحن مضطرين نقدمها للتلفزيون للقنوات اللي بدها تفوت على كل بيت وغالبا برمضان، فسقف الرقابة بصراحة كتير عالي يعني. الفنانة رنا كرم كل التوفيق، وشكرا كثير لوقتك ولابتسامتك اللطيفة اللي عودتين عليها دائما. شكرا كثير، شكرا لكم فوشيا.